يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قاتل نفسه يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ وهل خلوده في النار خلود أبدي أم له أمد؟ قاتل نفسه من أصحاب الوعيد، من أصحاب الوعيد، وهو لا يكفر بذلك، وإنما هو فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالنار، لكن لا يخلد فيها، لا يخلد في النار إلا الكفار. أما عصاة المؤمنين إذا دخلوها لا يخلدون فيها، ومنهم قاتل نفسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مسألة الحكم بالجنة لمعين؟ وقاتل نفسه لا يترك، يصلى عليه، لكن ما يصلي عليها أهل الفضل كالإمام أو نائب الإمام، أهل الفضل ما يصلون عليه، لكن بقية المسلمين يصلون عليه. نعم.